السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بالجميع. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يا مرحبا. يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. تكرمت علي والله بالدخول والمشاركه في هذا في هذه الماده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيكم خير الجزاء. يا مرحبا. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم يا هناء. الله يحييكم يا جابر. وينك يا جابر؟ الله يحييكم. وين؟ الله يحييكم. الله يحييكم كل واحد باسمه. الله يحييكم كل واحد باسمه. يا مرحبا. يا مرحبا بالجميع. اهلا بعلي. اهلا بجابر. اهلا بالجميع. اهلا بالجميع. كيف كانت المحاضرة الأولى اليوم؟ كيف كانت المحاضرة الأولى؟ كيف كانت؟ كيف كانت؟ كيف كانت؟ كيف كان اللقاء الأول؟ مية مية. أكيد أكيد تمام. مية مية. ممتاز. الأمور تمام. الأمور تمام. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مشاركتكم أنتم وحرصكم وحماسكم. الله يرضى عليكم. يا مرحبا. حياكم الله يا صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله يحيي الجميع. الله يحيي الجميع. الله يحيي الجميع. يا مرحبا. الله يحيي الجميع. الله يحيي الجميع. يا مرحبا. اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا بالجميع. الصوت واضح؟ انا مبارك. الله يحييك. عليكم السلام. مبارك. يا مرحبا. يا مرحبا. تمام. احنا تكلمنا قبل شوي في نهايه المحاضره الاولى عن هرم ماسلو، صح؟ عن هرم ايش؟ هرم ماسلو، صح؟ تمام. قبل ما اسالكم، هل منكم احد استمع للمحاضره الاولى، اللقاء الاول اللي سجلناه الاسبوع الماضي، احد استمع له؟ من يستمع له؟ اللقاء الاول اللي سجلناه استمعتوا له؟ كيف كان؟ واضح ان شاء الله؟ كان واضح؟ كان واضح يا بسام؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب 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 يلا خلونا نبغى الحماس. نبغى الحماس. من يقول؟ من يقول؟ من يقول؟ من يقول الحماس عندي؟ من يقول انا متحمس؟ من يقول انا لها؟ من يقول الماده لي؟ من يقول الماده؟ من يقول؟ يا سلام. يا انا الله عندي. كفو كفو يا علي. كفو. الله اكبر. يا سلام عليكم. ممتاز. طيب احنا تكلمنا عن هرم ماسلو. طيب حلو. عليكم السلام يا فاطمه. الله يحييك. الان شوفوا عندك الان في شيء لابد نعرفه، انه في اسباب ماليه وفي اسباب اجتماعيه وفي اسباب عائليه واسباب تحقيق الذات. هذه كلها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تساعد رائد الاعمال انه يبدع. يبدع في عمله، يكون متميز، يكون صاحب همه، يكون ينجز. هذه كلها اسباب. اسباب ماليه، عنده راس مال. اسباب اجتماعيه، يكون عنده مستقبل مالي اجتماعيا، عنده علاقاته. اسباب عائليه، لا سمح الله، ما يكون في مشاكل مع اهله واسرته واخوانه واهله، الله يكون فيه. واسباب تحقيق الذات، يكون عنده دوراته، يكون 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 عنده الدورات التدريبية، يكون عنده أشياء معينة هو يقوم عليها. طيب في قضية الآن الفصل الخامس راح ناخذ لمصادر الأفكار لإنشاء مشروع استراتيجي. كيف تنشئ مشروع استراتيجي؟ تحل السوق، خيارات السوق. تمام. طيب وخيارات إنشاء مشروع استراتيجي السوق. طيب ودي تشوفون هذه عندك الآن. في مصادر الأفكار لإنشاء مشروع جديد. ليش؟ يكون عندك هذا، يكون عندك ايش؟ خبره شخصيه، يكون على الاقل انت قاري فاهم، عارف ايش عندك، عارف ايش اللي عليك، يكون عندك مثلا راس مال على الاقل عندك يعني لو قليل، لكن اهم شيء يكون عندك خبره في المجال، يكون عندك مدرب عارف قاري، يكون عندك مصادر في تاخذ منها معلومات رسميه غير مغشوشه المصادر، يكون عندك علاقاتك، يكون تحاول تشوف منتج سبق. ممتاز يا هناء، ممتاز يا جابر، خبره وهناء وجابر يا سلام عليكم. وين متحمسين معاي؟ وين اللي يشاركون؟ الله يسعدكم. وين اللي يشاركون؟ الله يرضى عليكم. يكون عنده يعرف وين، يعرف وين، يعرف وين، كيف البزنس حقه من اللي سواه قبل، كيف هو ممكن يدخل عليه اشياء جديده. تمام. الله يجزاك خير يا مرام. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. انا عارف اني والله
ودنا نحمسكم، ودنا يكون في مشاركة، ما ودنا يعني لو كنت ما في تفاعل أنتم تنامون ولا يعني ما يكون في مشاركة، ما يكون في حماس جدية واجتهاد ما بيننا، فخلونا نجتهد، خلونا شوي نكون مع بعض، تمام؟ يكون عندنا مصدر السيارات، واحد يقول والله أنا شفت مصدر السيارات، أنت الآن جربت هذا المصدر لك قلدت وشفت، قلدت مو معناته قلدت الشيء لك، لا المغسلة إيش أقدر أسوي شيء جديد يخلي المغسلة هذه مختلفة عن بقية المغاسل الثانية، تمام؟ فلذلك لابد يكون عندك الحماس هذا ويكون عندك الخبرة والعلاقات وعندك الرغبة، تمام؟ اوكي تمام عرفت تجذب العملاء احسنت. طيب كيف انك مراحل تحول الفكرة الى فرصة وشلون؟ وشلون تحول الفكرة الى فكرة فرصة؟ انك اول شيء شوف في مراحل شوفوها قدامك والان حاطها، يكون عندك مراحل معينة تحاول انك تشوفها، يكون عندك فكرة تمام، يكون عندك فكرة، اي نعم تولد الفكرة هذه، يكون عندك تعبر عن الفكرة هذه، قد تكون مع اصحابك، مع اسرتك، مع والديك في البيت، مع اصدقائك، مع الناس اللي عندهم تجارتك لك، تعبر عن الفكرة هذه، هو الشيء ممكن تصيغها بصياغة جيدة، تقيم الفكرة الله يعني مربحة، هل هي مربحة؟ هل ممكن استفيد منها؟ توصل بحماس احسن في خلود، هل توصلها بوضوح؟ ما توصلها بوضوح؟ هذه كلها اشياء مهمة. تقيم الفكرة حسابيا، وش راح تكون مصروفاتك، وش راح تكون ايراداتك، هذه شيء مهم مهم في هذه القضية. كمان انك تحاول قبل هذه كلها تختار الفكرة اللي فعلا تكون واقعية احسن في روز ومحددة، وبإذن الله تكون هي الخيار المناسب، الخيار المناسب لك. طيب خبر اول تبلغ الافكار تبع التركيز، تعرفون من اللي تسوي عصف ذهني؟ من اللي تجتمع قال الزملاء ولا صديق يعني اصدقاء خلينا نسوي عصف ذهني؟ من اللي قد مره سوى العصف الذهني؟ يلا 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 من يقول انا؟ من يقول مره قد سويت عصف ذهني؟ تبغى نسمع، تبغى نسمع خبراتكم بالعصف الذهني، يلا تبغى نسمع خبراتكم بالعصف الذهني الله يسعدكم، يلا مين اللي سوى؟ يلا وينكم نبتوا؟ لا 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 ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع. وش العصف الذهني؟ ابا العصف الذهني، العصف الذهني يعني مثلا انت الان والله عندك فكره وجمعت زملائك وقلت يلا يا شباب خلونا نفكر، وش طالع؟ وش عندك يا فلان؟ قال والله عندي فكره. بعدين سالته وش فكرتك؟ قال كذا. قال يا سو لا ليش ما نزيد عليها كذا؟ لا ليش ما نرسمها كذا؟ فهمتوا يعني العصف الذهني كل واحد يطلع ابداع جماعي. يا سلام يا ايمان ابداع جماعي. نعم كل واحد كل واحد يطلع الفكره مع بعض وتجمع. يا سلام يا بساء يا سلام يا بساء يا سلام يا بساء يا سلام. ايوه كيف سويتيها يا مرام؟ كيف سويتيها؟ علمينا كيف سويتيها؟ كيف علمينا مثالك. يلا يلا يا مرام قولي بس سويتها اليوم كيف سويتيها؟ علمينا علمينا انا علمينا فكرتها كيف سويتها؟ محمد تقول الصوت راح يجي، الصوت واضح يا اخواني اخوان، الصوت واضح، يقولون واضح يا محمد، زملائك يقولون الصوت واضح، اكيد عندك مشكله يا محمد. كيف زهية؟ يعني أنت الآن يا زهية تقولين ممكن الأحوال، أنا عارف أنهم شرط ينجح تبع عندي أغانية وسبع دولي وطورهم دانس ممتاز. شفتي شرحتي عندي زوجك قلت يلا إيش عندك فكرة وهو إيش قال الفكرة طورتوها مع بعض جروبات كلمت نعم ممتازة إيمان ممتازة برافو عليكم والله إنكم مبدعين والله إنكم مبدعين يا أخوة أخوات. خليتونا جبتوا الآن أمثلة واقعية اللي في الدراسة واللي مع أسرته في البيت كلها عقد يجمعون أفكار مع بعض لما تطلعون مشروع روز مو واضح الكلام طالع مربعات عندي مو واضح الكلام اللي تكتبينه يا روز الله يسعدك مو واضح ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا يا سلام يا سلام يا سلام ايش التفاعل هذا؟ ايش التفاعل هذا؟ ملصقات نعم حتى الملصقات وطلعينها مع بعض احسنتي احسنتي يا روز حاطه ممتاز حاطه ايمول اوكي ممتاز ممتاز انا ما اشوف تمام ممتاز 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 يا سلام يا سلام ها واحد العصر الذهني الان كيف العصر الذهني؟ من العصر الذهني اصلا؟ تبدون 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 تشيلون المشاكل تبدون ايش؟ العصر الذهني تعرفون المشاكل تعرفون بعد العصر بعدين تبدون تبدون تشيلون الله يرضى عليكم يا سلام عليكم ايش 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 الابداع ايش الابداع هذا يا سلام والله تحمسون الواحد الله يرضى عليكم ويسعدكم الله يرضى عليكم ويسعدكم الله يرضى عليكم ويسعدكم الله يرضى عليكم ويسعدكم ها تسمعوني كويس الان ولا لسه تسمعوني كويس ولا لسه واضح؟ طيب تمام تمام انه واضح هذا اهم شيء تمام اهم شيء انه واضح
اهم شيء انه واضح. الله يجزاكم الجنه يا بسام، من طيبكم والله يا بسام، انتم اللي تخلون المحاضره بالشكل هذا. ممتاز يا سعود هيك. سعود وراك تفايت شوي، كنت تشارك معنا بعد ما كنت تشارك. وراك يا سعود، ترى نزعل عليك يا سعود، الله يسعدك. ممتاز ممتاز ممتاز، يلا يلا خليكم معنا خليكم معنا. طيب من العصف الذهني تقدر انت تحلل ايش. ممتاز ممتاز، يلا خلونا نشوف الان. يقول لك خطوه ثانيه، قلنا اول شيء الفكره، الان عندك قدره على شرح الفكره زين ولا لا. خلنا نشوف الخطوه الاولى، وش هي الخطوه الاولى؟ انه تولد الفكره، بعدين الخطوه انك كيف تعبر عن هذه الفكره وتشرحها بشكل واضح. الله يرضى عليك. حلو، مية مية تطبيقها. نعم سعود احسن، مية مية تمام نمشي. طيب في عندك الخطوة الثالثة انه صياغة الفكرة. كيف تعرف كيف تصيغ الفكرة؟ هل الفكرة هذه ضمن مثلا يقول لك والله ضمن الحاجيات الغذائية، هل هي ضمن الحاجيات الصناعية، ضمن الحاجيات التقنية؟ تحاول لما تصنفها تقارنها بغيرها من الأفكار. هل هي فكرة جيدة؟ هل هي فكرة مية جيدة؟ خلونا نشوف. أعطونا خبراتكم، الله يسعدكم، أعطونا خبراتكم في قضية الأفكار. ممكن يعني فكر بعدين سوى عصف ذهني بعدين صاغ الفكرة. نبغى نسمع الخبرات. يلا تقول لهجة اقتصادية أحسن جبار. تمام، تقول لهجة اقتصادية زي تصنيف منتج ومقارنة من درجة أخرى مثل استجابتك إيمان. أعطني مثال واقعي إيمان، الله يرضى عليك، أعطني مثال واقعي. كيف؟ أعطوني شيء واقعي، ما أي مشروع، أعطوني سموا الاسم، سموا المشروع، مثل سعود سموا الجوال، أعطوني شيء زي شركة مراعي مع شركة نادك، ممتاز زي إيمان، شلون؟ وضحي أكثر، الله يسعدك، وضحي أكثر. مثلا لما دخلنا الجامعة كان حافظين واجتماعي وداخلي عشان ندخل الجامعة ودخلنا، دخلتك يا شريفة أي تخصص تدخلين صح؟ أي يعني وتشوفين وش بيقول لك بالتخصص صح؟ إذا كان علمي ولا أدبي صح؟ أوكي، ممتاز، ايش الافضل؟ ممتاز، اي قصدك ايمان مقارنه بين نادك والمراحل مثلا، اوكي كمثال يعني. ممتاز، مره ما شاء الله عليكم، مره ممتازين، والله مره ما شاء الله. وش يقول لك هنا؟ يقول لك هنا لابد تكون افكارك وهدفك سمارت. وش سمارت؟ هذه الاشياء الخمسه، عيادة نفسية وسوينا الابلكيشن. يا سلام يا أمينة، تكلمي عن مشروعك، الله يسعدك يا أمينة، تكلمي عن مشروعك، خل زملائك يستفيدوا، الله يرضى عليك، أعطينا مشروعك يا أمينة، شلون شغلتك هذا؟ تكلمي عنه الله يسعدك. تصميم سيارة، يا سلام يا بندر، خل نسمع أمينة، اصبري يا بندر شوي، نرجع لمثالك، نبغى نسمع مثال أمينة بعدين نرجع لك يا بندر، خليك معنا طيب؟ أمينة اشرح لنا مثالك الله يسعدك. اشتركتي بهاكاثون، والله انك بطله يا امينه، والله انك بطله، برافو عليك. طيب اعطينا تجربتك. ممتاز، ما شاء الله تبارك الرحمن يا امينه، ما شاء الله تبارك الله شفتوا كيف تستفيدوا من خبرات بعضنا، شفتوا انتم الاساس نجاح الماده يا اخوي اخوات، انتم ما شاء الله اربعه تمام، ايوه يا امينه تمام، ايوه ايش كمان؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، ايوه هكذا. وش كان مشروعكم عن الابلكيشن هذه؟ ما شاء الله قسم دراسه جدوى، يعني سويتي دراسه جدوى انت يا امينه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. اها طيب، والله شيء مشرف، نفتخر فيك يا امينه، والله نفتخر ان واحده مثلك شاركت في الهاكاثون معنا في الكلاس، والله العظيم يا امينه ما شاء الله تبارك الله، فخورين فيك كلنا، والله العظيم يا امينه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شفت الايجابيه اللي سويناها في الكلاس هذه؟ الحمد لله، هذه بسبب توفيق الله ثم بسببكم انتم يا اخوه يا اخوات،
شفتوا كيف الإيجابية في الكلاس والكل يبغى يتكلم ما شاء الله والكل يبغى يتحدث عن مشروعه، شفتوا كيف الفائدة الحمد لله يا رب لك الحمد، شفتوا الحمد لله. يلا الآن نبغى نسمع من بندر، شكرا يا أمينة. بندر 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 الصغيري بندر، نبغى نسمع بندر. بندر نبغى نسمع. طيب مراد مراد اصبر شوي الله يسعد مراد اصبر، نبغى نسمع من بندر. بتتكلم قلت لك بعد أمينة، عطنا مشروعك الله يسعدك يا بندر، عطنا مشروعك. خلنا نسمع بندر يا أخوة أخوات، خلوا بندر ياخذ راحته. تفضل يا بندر. ها يا بندر، مو بندر انت بتتكلم بعد امينه عن مشروعك في شركه السيارات. طيب تمام، يا مرام لما يخصل لما يخلص بندر راح نجيك باذن الله عز وجل. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب كيف اشرح اشرح بندر، عطنا قد زملائك يستفيدون الله يسعدك، عطنا. طيب اسلم. ممتاز، تضاف على السياره شلون؟ ايش قصدك الاضافات للسياره يا بندر؟ اشرح لنا اكثر الله يسعدك. اشرح لنا اكثر الله يسعدك يا بندر. اها كان صغير، كان محرك صغير تمام، وبعدين قصدك اوه كل سنه تطورون قصدك يا بندر صح؟ كل سنه تطورون صح؟ ممتاز ممتاز ممتاز، يعطيك العافيه بندر. مرام اعطينا تجربتك يا مرام، مرام اعطينا تجربتك ما شاء الله يا بندر، يعطيك العافيه بندر ما قصرت، يعطيكم العافيه امينه وبندر يعطيكم العافيه. الان دور مرام، اعطينا تجربتك يا مرام الله يسعدك. تجربتك يا مرام الله يسعدك. نعم قررنا للتحين محل اثاري، اوكي محل اثاري، اوكي نجح نجح يا مرام ولا ما نجح؟ ممتاز، يعني انتم تخطفون كانها فرصه لتخفيف المشكله. ممتاز ممتاز ما شاء الله، ابطال تفكيركم ممتاز مرة مرة يا مرام، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما بديتوا يعني بس الفكرة هذه قضية صح، تستغلون الفاكهة في محل العصير يعني يا مرام صح؟ لا ما حد باخذ فكرتك، لا تخافين يا مرام ما حد باخذ فكرتك، ما حد باخذ فكرتك إن شاء الله أبد. بس والميدان يا حميدان، الميدان يا حميدان، الميدان يا حميدان مرة ما يحتاج. بدأوا الزملاء زملائك ينافسونك الآن يا مرام الله يعينك، لا تنافسوا مرام، نقول لهم لا ينافسونك خلاص إن شاء الله. تلبس البيت ما شاء الله ما شاء الله، وش التجربة ما شاء الله، تجاربكم جدا رائعة، تجاربكم جدا رائعة، تجاربكم جدا. طيب ليش ما فتحتي تطبيق يا فاطمة؟ ليش ما سويتي تطبيق تعليمي؟ فكري فيها، يكون عندك تطبيق تعليمي بإذن الله ما شاء الله. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ ممتاز 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 جدا ممتاز ممتاز ممتاز. كيف الحماس؟ ايش رايكم في تجارب نبغى نسمع؟ امين امين يا شريفة امين، اللهم امين، قولوا امين، امنوا على كلام شريف الله يرزقكم. امين 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 يا رب، امين جميع المسلمين يا رب العالمين. امين جزاك الله خير يا شريف ما شاء الله امين. يلا ايش رايكم في التجارب اللي ذكروها زميلاتكم مرام وشو امينه وبندر، ايش رايكم في التجارب؟ تحسونها اثراء للماده، اثرونا صح، اعطونا تجارب حقيقيه صح ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد
الحمد لله. حفزوكم الحمد لله. هذا المهم أن يكون في تحفيز لنا لكم. ما شاء الله ما شاء الله يوفقكم الله يوفقكم يرزقكم يا رب. اللهم يا الله يفتح لكم أبواب السماء وكنوز الأرض يا رب العالمين. الله يفتح لكم أبواب السماء وكنوز الأرض. طيب سؤالي الآن أمينة هل كان مشروعك الآن اللي أمامنا هل ينطبق عليه الأشياء؟ هل كان محدد الفكرة؟ هل هي قابلة للقياس؟ هل كان إنجازها سهل؟ هل كانت واقعية؟ هل كانت مرتبطة بوقت أمينة؟ مشروعك اللي شرقية الهاتفون الأشياء الخمسة هذه الموجودة الآن أمامكم في الشاشة هل ممكن تطبقها على مشروعك يا أمينة؟ الأشياء السمارت هذه هل كانت محددة؟ ثلاثة أيام عن تهدي تمام بندر الثلاثة الأول تمام كثير مرة. طيب يا أمينة هل أنجزتي هل الخمسة اللي أمامك يا أمينة ممكن تطبق على مشروعك؟ بندر يقول الثلاثة الأولى فقط. أنت يا أمينة إيش رأيك؟ اللي هي المحددات كلها منطبقة عليك ما شاء الله. كيف قلنا كيف قستي كيف إنها قابل للقياس كيف تقيسينها يا أمينة إنها قابل للقياس كيف وش الوسيلة اللي تستخدميها بذلك يا أمينة؟ علمينا وعلمي زميلاتك الله يسعدك. ممتاز مرتبطة بالوقت يعني في وقت محدد انها تنجز يا روز في وقت محدد مو مفتوح بس كده على عمامة يكون في وقت محدد يقول والله بعد سنة بأنجز مشروع فلاني بالتصميم الفلاني عرفت قصدي يعني يكون مرتبطة بوقت عارف الوقت محدد يكون عندك يقول الخصوصية ممتاز قياس مرة ممتاز أمينة ما شاء الله والله ما شاء الله عليكم والله انكم أثريت المحاضرة والمادة بتجاربكم الرائعة وهنيكم والله العظيم يا إخوة والله وهنيكم من الأعماق على كل ما قدمته الآن والله العظيم شيء فخر صراحة شيء فخر تأجيل سيارتك لكن سيارتين أخذ سيارة ثانية قصدك يا مرام إنه نفس الشخص يكون التطبيق أنت سويت إيه ما شاء الله احكي لنا عنه يا مرام الله يسعدك عن التطبيق هذا احكي لنا عنه الله يرضى عليك اسمع مرام عندها فكرة مرة حلوة تطبيق تأجيل السيارات ممتاز ما شاء الله وكيف طلع يا مرام هذا كيف اشرح لنا اكثر كان ناجح المشروع هذا كان صعب الترخيص صح الترخيص تاخذه من وزارة التجارة يعني قصدك ولا من البلدية يا مرام ترخيص ايش من البلدية يعني ولا من وزارة التجارة؟ ما شاء الله مو مشكلة اهم شيء يا مرام انك حاولتي وعرفتي وكانت الفكرة موجودة مو مشكلة باذن الله عز وجل تطلعينه مرة ثانية ما في مشكلة باذن الله هذا الفكرة موجودة وتحمستي لها وعرفتي لها فانت باذن الله عز وجل قادرة على انك تجيبين افكار ثانية قالها باذن الله ولعل مثل ما قال بسام خيرة لعلها خيره باذن الله عز وجل حتى لو كانت موجوده في امريكا يا مبارك مو مشكله اهم شيء تطبيقها في مكان اخر ضوء يعتبر ابداع يا مبارك لو طبق عندنا بشكل ممتاز يعتبر ابداع كمان الله يرضى عليكم يسعدكم ويجزاكم خير الجزاء على هذه المشاركه والحماس والامثله ممتاز ما شاء الله في دبي موجوده ممتاز ما شاء الله كويس ما شاء الله ممتاز جدا ما شاء الله تركيب البصمة ممتازة بسام شلون بسام اشرح لنا بسام قضية تركيب اسمع يا اخواني اخوات فكرة بسام يقول لك تركيب البصمة والتشغيل عن بعد جميع السيارات اشرحها لنا يا بسام الله يسعدك يا بسام اشرح لنا يا بسام الله يسعدك بسام وينك معنا ولا لا
لا يمكن اتوقع ان الكونكشن يمكن الكونكشن يمكن الكونكشن يا احمد. خليني خلاص اصبر خليني اسمع بسام يمكن عنده ايوه ممتاز. هو قصده بسام يمكن قضيه انه يكون اجهزه ضرب السوق شلون وفر اجهزه ما شاء الله وكانت مصرحه دي يعني نظاميه بسام هذه نظاميه بس حقه ولا لا نظامي اهم شيء يكون نظامي دائما اي واحد يفتح بزنس يكون نظامي حسب قانون البلد يكون مصرح هذا اهم شيء ولا الباقي ما عليه ممتاز ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ممتاز ممتاز. طيب شكرا لكم على هذه الامثله خلينا بس شوي نكمل بعض السلايدات بعد اذنكم الله يسعدكم. يقول لك الخطوه الرابعه الان الفكره انه تقيم الخطوه نظريا تقييم الخطوه او الفكره ايوه ممتازه اسواق تقييم الخطوه نظريا شلون يكون عندك تعرف متى تصنفها وكيف تقيمها يكون عندك حدث يعني شفت عليها اللي تنجح ولا لا هذه كلها اشياء نظريا انت تعمل عليها تمام. الخطوه الخامسه يقول لك تقييم الفكره حسابيا من اللي خلينا ايوه الفكره حسابيا شلون انك تشوف المعايير المحدده لمشروعك وش اللي الدخل حقك وش المصروف وش الموارد تسوي دراسه جدوى. من اللي فعلا يشوف انه منكم يا اخوه اخوات متقن لدراسه جدوى؟ مين يشوف انه متقن يقول دراسه جدوى سهله عندي؟ مين انت يا امينه تحس انك متمكنه منها سهله دراسه جدوى سهله يا امينه سهله ممتاز يا محمد انت سويتها يا محمد خلونا نسمع من محمد كيف سويتها محمد كيف سويتها الله يسعدك يا محمد دراسه جدوى خلينا نسمعك الله يرضى عليك ويسعدك تفضل سمعنا فكرتك يا محمد الله يرضى عليك الحسي يعني الحس عندك يكون عندك احساس يكون عندك احساس يا روز الله يسعدك عرفت قصدي عرفت قصدي؟ يكون عندك حساب اللي هو الحدث هذا عرفتي؟ عرفتوا اللي يسألوني عن الحدث هذا تمام. وين اللي سألته قبل شوي؟ مين سألته؟ محمد لكن عندي الأفكار، عندك الأفكار. طيب أميرة معلش أمينة تكلمينا عن دراسة الجدوى، وش أهم عامل اللي لازم تعرفه قبل ما تسوي دراسة الجدوى يا أمينة؟ خلونا إن شاء الله أميرة إن شاء الله بدنا نشارك في الهاتفون، خلونا ناخذ خبرتنا العميقة ما شاء الله. هاي أمينة. ايش علمينا في دراسه الجدوى علمينا معرفه السوق انت تدخلون منى طيب اوكي نسبه الارباح مبارك برافو عليك الشركاء الاساسيين يا سلام شوفوا ايش قصد امينه تسمعون امينه قالت اهم شيء في دراسه الجدوى انه تعرف الشركاء الاساسيين شلون تعرف مين شريكك على قيمه المشروع والشركاء الاساسيين يا سلام هذه كلها من مصادر دراسه الجدوى يا سلام اوكي في ميزانيتك يا سلام قيمة المشروع، ايش في شيء ثاني أمينة؟ هيكلة التكاليف، أنت تعرف كم تكاليفك وين راح تصرفها في أي مكان؟ صح يا أمينة؟ صح ولا لا يا أمينة؟ صح؟ مصادر الدخل ممتاز خبرتك ممتاز يا سلام يا بسام أوكي شوفوا الآن هل المنتج مطلوب يا سلام يا زهية يا سلام ممتاز والتمويل يا هناء ممتاز يا مبارك ممتاز توقع حد معي يا سلام والله كلام بطل الله يسعدكم الشرائح المستهدفة ما شاء الله تبارك الرحمن شغل على طار الاستشارة شغل الخطوة السادسة شغل اللي أمامكم الآن في الشاشة شوفوا الخطوة السادسة يقول لك ايش اختيار الفكرة انك تستشير وتستخير سبحان الله الاستخارة مهمة الاستشارة من يؤيدني يقول استشارة واستخارة مهمة من يؤيدني نبغى نسمع من الذي يؤيدني يقول لك الاستشارة واستخارة مهمة من اللي يؤيدني يا سلام كلنا ما خاف من استشارة نعم أمينة استشرتم واستخرتم في مشروعكم يا أمينة علي يا سلام يا علي يا سلام
أقصد لا ليش يا أمينة هل كان عندكم هالدرجة يعني ثقة أو كان عندكم معلومات؟ ليش ليش ما كان انتشار استخارة يا أمينة؟ ليش؟ هل في سبب معين؟ كان الموضوع بسرعة تمام فذكرتوا فيه بسرعة والله سبحانه وتعالى وفقكم يعني الحمد لله ممتاز ما شاء الله الحمد لله الحمد لله جميع الحمد لله الحمد لله شق الحمد سبحانه الحمد لله. طيب شو الشريحة اللي بعدها؟ من يعرف تحليل الصوات؟ من يعرف تحليل الصوات؟ من يقول لي أنا أعرف تحليل الصوات؟ مين؟ 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 يا سلام تحليل الصوات يا سلام كلكم تعرفونه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قبل نروح نشوف حديث الله يجزاه خير مراحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم يعلمنا أن نستخير في الأمور كلها. أحسنت يا مرام أحسنت جزاكم الله خير. من يعرف السوات أناوسن؟ من يعرف السوات أناوسن؟ ما شاء الله كلكم يا سلام. من يقدر يتكلمني شوي عن السوات؟ من يقدر يتكلمني يعطيني مثال؟ من يعطيني مثال عن السوات؟ من يعطيني مثال؟ تفضل والله يا سلام يا بسا ممتاز كما أخذناه لأنه مهم مهم يا مرام مهم السوات يا سلام يا بسا تفضل قوة وضعف فرص التهديدات. خذ هذا دائما يقول لك دائما يقول لك الفرصة والتهديد لما نتكلم عن أي بيئة بسرعة أي بيئة الفرصة والتهديد لا يا مرام الفرصة والتهديد البيئة الخارجية احسنت يا رسام احسنتم الفرصة الفرصة والتهديد لما نتكلم عن البيئة الخارجية والقوة والضعف لما نتكلم عن ايش عن البيئة الداخلية لما نتكلم عن ايش عن البيئة الداخلية الله يحفظكم لما نتكلم عن ايش عن البيئة الداخلية اعطونا مثال يا ما يا يا امينة معليش امينة ما انك حفظتني مثالك امينة سويت السوات ولا مشروعك يا امينة امينة وينك يا امينة ناقدون اعطونا مشروعك الله يسعدك يا امينه سويت اصوات ولا لا الصوت ينقطع يا اخوات ولا واضح الصوت واضح ولا ينقطع واضح تمام يلا يا امينه اعطينا تحليل الصوات حق مشروعك يلا يلا يا امينه امينه اعطينا من تجربتك يعني الصوت لو كل من كل عنصر اعطينا نقطه يا امينه من القوة والضعف والفرصة والتحدي التجربة ايش هذه؟ حسبتيها قوة ضعف لتهديد علمينك هذا فرصة هذا تهديد هذا قوة هذا ضعف علمينا علمينا سميها في المسميات الله يسعدك سميها في المسميات الله يسعدك تكتب علي ايش هذه؟ ايش هذه أمينة؟ تهديد يا سلام يا سلام طيب طيب تمام والفرصة ايش كان عندك من الفرصة يا أمينة فرصة ممتاز امين معانا وش كان ايش كانت الفرصه المشروع لك يا امينه وش الفرصه اعطينا واحده اذا ما عندك مانع امينه اذا ما عندك مانع اطلعت امينه خلي يكون ممتاز كويس يا مرام قد يكون أمير أطلع قبل أبي مشكلة وكذا أنا بفاقوم تزيد أتفضل أسلام أسلام يخلون ممتاز أوكي جزء عليك خصم المعلمات حلو ممتاز أوكي تمام ما شاء الله عليكم والله ما شاء الله فنادي ليش لا ليش لا أوكي طلعت أشوف مش مشكلة طلعتوا ممتاز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز هذا السؤال تكلمنا عن السؤال حنا شوف الآن شوف الفرق بين نقاط القوة والضعف شوف بسام يعني عادي بس شوف نقاط القوة والضعف الفرق ما بينهم شوفوها والفرص والتهديدات شوفوا قدامكم الآن ممتاز شفت كيف يتكلم عن بيئة داخلية وبيئة خارجية حلو تمام
خيارات الإنشاء المشروع الصغير، إن يكون عندك مشروع صغير يكون عندك خيارات لهذا الشيء. عندك تبدأ بالمشروع تبعك، إنك على طول تبدأ المشروع، أو إنك يكون عندك امتياز تجاري، مثلاً عندك والله في مثلاً خذنا مثلاً عندك ال 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 البيت في جدة، وتقول والله أنا بأخذ في الرياض، يكون عندك امتياز كودو تأخذ مثلاً هو في الرياض، تأخذ جدة في سهر يكون في جدة، والله بأخذ امتيازه بأخذ الرياض أكيد، يعني تأخذ نفس المشروع، أنت الآن تأخذ امتياز حقك وتشغله في منطقة غير المنطقة الأصلية حقة المشروع الأول. واضحة؟ واضحة؟ واضحة يا أخوة أخوات؟ واضحة؟ الامتياز التجاري؟ تمام تمام. أو أنك شراء مشروع قائم، قد يكون الإنسان في فكرة ويعرضها للبيع وتشتريها، يعطي منه خلاص، تكون ملك لك كامل، مو امتياز، ملك لك كامل. حلو؟ طيب البدء في مشروع جديد الآن، ونشوف كل واحد من دول ميزته وكميزة وكذا الضعف. تمام؟ يقول لك وكالة، نعم تمام تمام تمام، ماركة وكالة، صح يا سعود، صح يا إمام، تاج عليك. تمام، البدء في مشروع جديد تبدأ من جديد، ما تأخذ امتياز ولا شيء ولا وكالة، إنه يكون عندك الحرية، يكون عندك الحرية في إنك تبدأ في مشروع جديد وتختار المكان اللي تبغاه والشروط اللي تبغاها. لكن السلبيات، بياخذ منك وقت، بياخذ منك تكاليف، بياخذ منك انك تنشئ سمعه جديده له. تمام، هذه كلها من سلبيات المشروع الجديد. طيب الامتياز، شوفوا الامتياز شنو ايجابياته، شوفوا الايجابيات امامكم الان. الامتياز تشوفونها، تشوفونها يا اخوه اخوات، تمام يا سلام. ايجابيات انك اصلا يكون عنده هو مشهور، يكون عندك داخل البيت وانت عارف مشهور، تاخذ امتيازه، تعرف انه ماسك سمعته اصلا في منطقه معينه، لما تجيك بالرياض الناس كلهم عارفين. تمام، وممكن انك يحصى هذا صاحب الامتياز، صاحب الحلال، ممكن يعطيك اشياء جديده عشان انك ما تنزل على المستوى المعروف. تمام، هي هذه كلها اشياء معينه في قضيه الامتياز التجاري. تمام، من سلبياته انك لابد ما تقدر تطلع، ما تقدر تطلع من الشروط اللي يفرضها عليك صاحب الحلال او صاحب الشركه هذه. البنك يقول لك حتى لو في الرياض لازم تتقيد بنوع معين من من الثوم، من المايونيز، من الكاتشب، هذه كلها يفرضها عليك. تمام تمام، واضح يا اخوه اخوات؟ واضح واضح معي كلكم؟ يا سلام عليكم، يا سلام يا سلام. حتى كمان انت لازم لما تاخذ الامتياز تدفع له فلوس كانه ايجار، لانك تاخذ اسمه انت بمنطقه ثانيه. تمام، الله يرضى عليكم، والله انكم يعني خليتوا الحماس اليوم مره ما شاء الله. امين عليك، طلعت احنا الان طلعنا في الشريحه رقم 63 الان. افتقدنا تجربتك يا امينه في ثقافه وضعف، ما يخالف، لعل ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله يا امينه ان شاء الله. وصلنا الان في مميزات وايجابيات في خدمتك لما تشتري مشروع قائم موجود. تمام، من المميزات يقول انك ما تحتاج الى ترخيص جديد، لانه اوريدي المشروع قائم وفي ترخيص. وكثير من المميزات تشوفها الان قدامك، الايرادات مستمره لانك بتبيع وتشتري نفس الشيء اللي كان موجود في المشروع القائم هذا لانه اوريدي قائم. حلو، من سلبياته قد يكون ما يلائمك، قد يكون التكاليف تغيرت عليك، هذه كلها من الاشياء او السلبيات الموجودة في شراء المشروع القائم. وبهذا اليوم أقول إن انتهينا من المحاضرات المخصصة للمحاضرة هذه. أنا صراحة بشكركم واحد واحد، الله يجزاكم الجنة، يعني حماسكم، بالذات إن شاء الله نبدأ فيها قريب إن شاء الله يا بسام، أوعدك تونا الآن هذا ثاني أسبوع معكم، أوعدك يا بسام ما يصير خاطركم لطيب، اللي تبونه بيصير، اللي تبونه بيصير، أوعدكم بإذن الله اللي تبونه يصير باذن الله عز وجل، باذن الله. واعذرونا على التقصير اذا كان في تقصير، والله احنا نحاول، نحاول انه يكون في حماس واسئله واجوبه ومشاركات. كل اللي بيجيب ممتاز ليش لا؟ تجيبه، بس لابد تذاكر وتجتهد وتحرص عليها، وباذن الله سهله. اللي يذاكر واللي 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 يتحمس واللي يجتهد ويسمع اللقاءات ويسجل الملاحظات باذن الله يجيب على الدرجات، واللي ما يهتم بالمال طبعا ما راح يجيب على الدرجات، طبيعي يا اخوه يا اخوات. طيب؟ اعذرونا على التقصير، والله نحرص، والله لولا الله ثم انت
أنتم يعني ما كان الكلاس قلت أنتم اللي تحمسون الواحد، أنتم اللي والله العظيم اللي كنت تخلون الواحد مرة يستمتع في اللقاء، جزاكم الله يعني خير الجزاء، ماذا ما قصرتوا. الصفات كنا موجودة، الصفات والقدرات، الصفات كنا طبعا مكمل البعض يا مرام. لما عندك صفات، الصفات هي بعضها قدرات، انت الان لابد انك تتحلى فيها لما تكون رائد اعمال. هذا الجواب اللي اقدر اقول لك عليه يا مرام. وضحت يا مرام؟ وضحت يا مرام؟ الصفات والقدرات تكون مكملة لبعضها، ما عليش فقرتين قضية انه يبين لك كلها اشياء مكملة لبعضها، ما في مشكلة. حتى لو كانت موجودة، حتى لو كانت موجودة فقرتين يا مرام، ما في مشكلة ابدا، ما في مشكلة بإذن الله. نعم يا امينة، كل يوم ثلاثاء وحاطها في المنتدى، قايل كل يوم ثلاثاء. الله يسعدكم، الله يسعدكم ويرضى عليكم ويوفقكم يا رب، يرزقكم اعلى الدرجات في الدارين يا حي يا قيوم. والله انكم يعني تخجلون الواحد بي 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 بحرصكم واهتمامكم، ولي الشرف والله اني ادرسكم والله العظيم يا اخوان اخوان، وسامحونا على اي تقصير، ابدا سامحونا على اي تقصير. الله يرضى عليكم، الله 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 يرضى عليكم ويجعل التوفيق حليفكم يا رب ان شاء الله. نعم يوم واحد لكنها محاضرتين، يوم واحد هي محاضرتين يا اخوان اخوان، يوم واحد محاضرتين هي. الله يجزاكم الجنة، الله يجزاكم الجنة. أستأذنكم تغادرون يا إخوة يا أخوات غرفة المحاضرة لو سمحتوا، ممكن تغادرون الله يسعدكم، ممكن تغادرون الله يرضى عليكم ويسعدكم، يستودعكم الله ونشوفكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل. ممكن تغادرون الله يسعدكم. ثمان الكريم مبارك، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ثمان الله. لو سمحت نغادر القاعة، نغادر الغرفة المحاضرة، الله يسعدكم. نغادر لو سمحت يا رزان، نغادر الله يسعدكم. رزان نغادر بغرفة المحاربة الله يسعدك. لا حد يدخل يا شباب، خلاص خلصنا المحاضرة لهذا اليوم، نلتقي فيكم الأسبوع القادم. لا حد يدخل غرفة المحاربة الله يسعدكم.